السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أضحيتي أنا بذبحها بالبيت، هل تجزي عني وعن أبوي المتوفى رحمه الله تعالى وعن جدي وجدتي؟ إيه نعم تجزي ولا حرج، بل النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أم لا، واحد عنا وعن آل محمد يعني الأحياء والأموات، والثاني عن من لم يضحي من أمته. جميل، يعني قضيتي أنا أذبح أضحية واحدة عن البيت كله أحياء وأموات. جميل، ما أقول من الخطأ، يعني لسنا أحرص من النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الأخوات وبعض الأخوة يذبح يمكن 4 أضاحي في البيت، والله هذه عني وهذه عن أبوي وهذه عن أمي وهذه عن، ليش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق وقدوتنا حتى في أداء الخير، واضح؟ فالأضحية الواحدة تجزى عن الأحياء والأموات. النقطة الثانية، قضية الآن بعض الأخوة يقولون نحن الآن لا أوصى أبوي ولا أوصت أمي الضحن عني، وتوفت رحمه الله تعالى أو توفي رحمه الله تعالى. إذا أوصى من ماله تسمى وصية، يعني أبوي قبل توفى قال يا فيصل هذا المبلغ خلى كل سنة أديك تضحي لي، هنا أنفذ الوصية. لكن أمي ولا أبوي أوصى رحمه الله تعالى والدي قال فيصل ضح لي، أنا أنوي بضحيتي عني وعن آل بيتي، عني وعن أبوي وعن جدي، ولا حرج إن شاء الله تعالى. طيب واحد يقول شيخ أنا أمي معي في البيت، أمس يسألني واحد في المسجد يقول لي فيصل أمي معي في البيت، قلت قالت يا ولدي أبيك تضحي عني، خاصة ضحيت أمك أنت خليك معها، كلكم بيت واحد، أضحيت أمك وأنت مع البيت كله، كلكم في بيت واحد، أضحية واحدة تجزي عن البيت كله، فلا داعي يعني زيادة عدد الأضاحي، لكن إذا بتنوي أنها صدقة في بعض الدول ما في حرج إن شاء الله تعالى. الإشكالية الأخرى أن بعض الناس يقولك يا أخي إحنا متعودين كل سنة نسويها، إي مو مقياس، يعني إيش دعوة قاعد تطبق سنة أنت؟ قاعد تألف، قاعد تسوي أمور من باب العادات والتقاليد. لكن أصل دعائك لوالديك هو أحوج من أضحية اللي مرة في السنة. أمك وأبوك الذي توفوا رحمهم الله تعالى وماتوا مسلمين بحاجة دعائك واستغفارك لهم، هذا لهم بحاجة له، والأضحية هذه إن شاء الله تعالى تصل ثوابها للميت من باب الصدقة، كما جاء في صحيح مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، لعل تكون من باب الصدقة، وهي وصية من والدك. لكن قضية يعني كل سنة احنا نسويها يعني لازم نطبق خلاص على طول، لا، خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الواحد حقيقة يبالغ ببعض العبادات التي ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو مقياس يسوي عني وعن أبوي وعن جدي وعن، هذا غلو. واحدة تجزئ قدوتنا الرسول صلى الله عليه وآله.